لأن عادة الذهب أن يصهر فلا يحترق، ولأن عادة الجبال أن تتزلزل الأرض من تحتها فلا تنزلق، ولأن ذلك هو موجود في هذه الحياة، فتلك هي عادة سوريا، تتداعى عليها وحوش البراري، فلا تنال من ثمار شاهقات أشجارها. هنا على هذه الأرض سيسأل التاريخ أيامه كيف مرت في سوريا، وكل سؤال يأتي لا بد أن بعده الحساب. سيجيب أحد أيام الجمعة يقول: أنا من ولدتني يا تاريخ في العيد، أنا من رشق طفل في حي الزهور دما على ورقي، أنا من وقفت في سطوري أم على شرفة تنتظر أن تطير لها ضحكات الملائكة في ساحة العيد. وفي لحظة نادى منادي الموت فخرت الأم وشرفتها. سيجيب يوم السبت يقول: أنا من ولدتني يا تاريخ في ثاني أيام العيد، وأنا من بكى الصليب على كتفي في دير الزور. هنا على هذه الأرض سيسأل الصبر الصبر عن أهل سوريا: أن ماذا تركت لهم؟ ويجيب الصبر يقول: تركت لهم ما يكفيهم، دعاء لله باليقين يرفعوه، وسلاما لأطهر الناس يرسلوه، حماة الديار عليكم سلام، أبت أن تذل النفوس الكرام.